السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه فلير ده. لو انت عندك اي منتج وعايز تحطه في شكل حلو اقول له كرييت نيو بروجكت وابدا احط المنتج بتاعي. ممكن تعمل ابلود لاي ازازة عندك او اي علبة او اي حاجة انت عايزها. وليكن مثلا انا عايز احط هنا اهو، وهبدا ان انا او بلاش الستاربكس عشان المقاطعة. تمام اهو، وده خمرة باين عليها دي ولا ايه دي؟ تعالى انا احط دي، ما اعرفش ايه دي اصلا، فيعني ربنا يستر. وبعد كده هبدا اختار المنتج دوت، مثلا انا عايز احطه بالشكل ده واقول له جنريت. فاخد الازازه وحطها هو في الخلفيه دي. فاي منتج عندك تقدر تحطه في الخلفيه الجميله دي. وبعد كده تقدر تكتب بقى اي تكست انت عايزه، وهنا في اديتور لو انت عايز تعدل اي حاجه. يعني ممكن اقول له مثلا البرودكت تقدر تعدل فيه، تقدر بدل ما بوتل مثلا تخلي باكت مثلا او كان. هنا البليس ممكن تقول له سيركل بلاتفورم او لينج اون او بالانس زي ما انت عايز. جنريت طبعا ده ممكن نبدأ نلف لو احنا عايزين. انفنت اوف ممكن تعدل لو انت عايز. فيطلع لك المنتج بالشكل ده.